الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن البيزك كورونري اناتومي اند كورونري انجيوغرام. وفي الحقيقة انا من متابعتي للزملاء الشباب على الفيسبوك في الاوقات الاخيرة دي، ناس كتير قوي بتسألني بتقول لي اسجل معرفش ايه ولا ايه، طب اسجل في جامعة ايه ولا جامعة ايه، وقلقانين على المستقبل شوية. ففكروني بقصة ظريفة قوي. انا اول ما خدت نيابة الكارديولوجي والكلام ده في نهاية السبعينيات، فقعدت اول شهر كده كل يوم نروح نكشف على العيانين وبعدين نقيس البلس، وكلهم كانوا روماتيك هارت ديزيز واتر فيبريليشن، ودي ديجوكسين اكوردنج للبلس ريت. ده الطب بتاعنا في السبعينيات كان كده. كل الامكانيات الموجوده في القسطره في الاسم كانت عباره عن جهاز رسم القلب مع السماعه وجهاز الضغط. بعد شهر وانا نايب قلب زعلت قوي. بعدين قلت يا انا كان قدامك جراحه وكان قدامك مسالك وكان قدامك وكان قدامك وقدامك، اشمعنى اخترت التخصص ده اللي جهاز ضغط وسماعه؟ وقلت انك طول عمرك يا عيني جهاز الضغط والسماعه والروشته وجهاز رسم القلب. وبعد كام سنه من قياس النبض والضغط وخلاص، الايكو طلع وانتشر، وانا رحت انجلترا عملت رساله الدكتوره بتاعتي ساعتها، هل احنا نقدر نعمل ايكوكارديوجرافيك اسيسمنت اوف فالفولار هارت ديزيز وناخد ديسيجن للجراحه او ميديكال تريتمنت من غير ما نعمل قسطره ولا لا؟ دي كانت رساله الدكتوراه. بدات الايكو عمل ريفوليوشن قوي جدا في مجال الكارديولوجي، وبقينا مبسوطين ان احنا غيرنا ديجوكسين حسب النبض لايكوكارديوجرافي والثوره اللي عملت. فاتت عده سنوات وبعدين القسطره جت وبعدين البالون وبعدين البي تي سي اي وبعدين البي سي اي وبعدين الفالفولو بلاستي والثوره الرهيبه اللي عملها الانترفنشن. لو انا عارف من الاول خالص ان الثوره دي هتحصل كنت خدت نيابه الكارديولوجي وانا مستريح قوي، ما كنتش قعدت شهور مستاء ان انا دخلت في مجال ميت. كان ساعتها تقديرنا له كده، انا عاوز الدم وعاوز الامرجنسيز وعاوز يعني انا اكتف وعاوز تبقى كل حاجه فيها اكشن. لكن سبحان الله اكتشفت بعد كده ان الكارديولوجي هو الفيري هوت كارديولوجي، هو الانترفنشن، هو السي سي يوز، هو الامرجنسيز، هو كل حاجه. والكاردياك سيرجنز اتظلموا، بداوا يقعدوا المنتظرين على الكراسي، اللي احنا هنسيبه مش هنقدر نعمله هنبعته لهم هم يعملوه. فانا بقول ليه بقى القصه دي؟ عشان الزملاء اللي كلموني وبعتوا لي على الفيسبوك بيسالوا على التخصصات وعلى الاماكن، بالراحه وقدرك مكتوب، وانت عليك ان تحسن النيه وتخلص النيه وتصمم على النجاح اينما كنت، والمستقبل الحلو فين والخير بتاع الايام اللي جايه فين، سيب ربنا يختاره لك وتوكل على الله ربنا يوفقك. هنبدا بقى النهارده ندخل في الجد، وهنبدا النهارده نعمل كورونري انجيوغرافي، ولازم ناخد بالنا من كل كلمه هنقولها، علشان عايز تدخل تعمل كورونري انجيو اعمله صح ومريضك امن وتاخد كل الانفورميشن اللي انت عاوزها، ولما السي دي او الاسطوانه او الفيلم يروح لاي حد ويشوفه يقول ده اكسبرت هو اللي عمل الكوروني انجي ده. هنشوف مع بعض ازاي بقى الكوروني اناتومي والكوروني انجي عمل ايه. بيزكس اوف كورونري انجيوغرافي، في برنسبلز قلناها في المحاضرات اللي فاتت وهنعيد عليها تاني. يو هاف تو بريبير يور بيشنت ويل. You have to look at a recent ECG. You have to ensure that the defibrillator is working and the crush trolley is ready and all facilities for CPR are ready. Don't start unless the monitor shows a good ECG tracing. Blood pressure is mandatory, so you have to postpone the procedure if the facilities for monitoring the blood pressure are not available. Remember that
adequate local anesthesia ensures patient's comfort and cooperation. As an operator, you have to maintain a nice, quiet, but serious atmosphere in the cath lab. Don't forget to aspirate catheters from now and then. Be sure to keep an eye on pressure and rhythm. Don't push against resistance. Don't push unless you see where you are. These are the golden rules. To avoid the complications, either major or minor complications of coronary angio, اللي هي ايه؟ mortality اللي هي 11 من 1000 في المية. Myocardial infarction هي 5 من 100 في المية. Severe vascular accident 7 من 100 في المية. Arrhythmias and vascular complications. You have to choose your catheter according to the type of the catheter and the size of the catheter according to the size of the aorta. Normal aorta من 3.5 ل 4 سنتيمتر. Narrow aorta is less than 3.5. Dilated aorta is more than 4. يبقى your catheter curve should be chosen according to the diameter of the aorta. ليه؟ لأن لو استخدمت small sized catheter compared to the aortic size, you will not be able to engage it very nicely. And if you use a too large curve, it will be against the wall and you'd be able to engage the coronary ostia. While if you choose the proper size, the tip of the catheter will be in line with the main vessel and the primary curve will be against the wall, keeping support to the cardiac catheterization. Dilated aorta will affect the orifice and the origin of the coronary artery, and it will affect the engagement of the catheter. So, in right coronary artery, in a dilated aorta, you will find that the right coronary artery is normal, but the left coronary artery is down here and lateral here. And if you look at this one, you will see the narrow aorta, and you'll find the left artery lateral with short main left coronary artery. Dilated aortic root, you will find the left artery superior, left main artery superior. Here you will find the left artery, left main artery is lateral. So the origin of the coronary artery and the direction of the main vessel and its branches will differ according to the size of the aorta, which is normal or small or dilated. Right coronary origin may be lateral, may be inferior, may be superior, may be high according to the size of the aorta. And again, right coronary origin in dilated aortic root may be right coronary artery will be lateral, will be inferior, and it will be superior according to the size of the aorta is there. Remember that the angiographic views, this is the AP. If the X-ray tube is moved towards the right hand of the patient, you will get right anterior oblique up to 90 degree right lateral. If you direct your tube, X-ray tube, to the left side, you will get the left anterior oblique up to 90 to get left lateral. This is the X-ray in AP view. If you directed your tube toward the head of the patient, you will get cranial, and this can be moved up to 45 degree. If you move the X-ray tube toward the foot of the patient, you will get caudal angulation. You can get a lot of combination between right anterior oblique with cranial or caudal, left anterior oblique with cranial or caudal, AP with cranial or caudal angulations to get the proper anatomy according to the structure of interest. نيجي بقى في الكورونري انجيوغرافي ونقول الرايت كورونري ارتري ده عباره عن ايه وجاي منين ورايح فين والبرانشز بتاعته ايه ونصوره ازاي. الرايت كورونري ارتري رايزز فروم ذا رايت كورونري ساينس. It goes down في الرايت AV groove until it reaches the crux of the heart. It gives off the posterior descending artery in 85% and in 15%
ذا بوستيريو ديسيندنج ارتر ويل ارايز فروم ذا ليفت سيستم. البوستيريو ديسيندنج ارتي مي اوريجينيت مور بروكسيمالي، لكن يوجوالي ات اندس اب من الرايت كورونري ارتري. الاذر برانشز بتاعت الرايت كورونري ارتري البوستيريو لاترال برانشز. ده الكورس بتاع الرايت كورونري ارتري، والرايت كورونري ارتري سبلايز from 25% to 35% of the left ventricular mass in addition to the right heart. ادي الرايت كورونري ارتري وطالع من الرايت كورونري ساينس ومشي في الرايت الاترو فينتريكولار جروف في الفرونت او الاسترنو كوستال سيرفيس اوف ذا هارت لحد ما راح على الباك ووصل لحد الكراكس، وبعدين ادانا بوستيريور ديسندنج كورونر ارتري مشي في البوستيريور انتر فينتريكولار جروف وادانا بوستيريو لاترال برانشز وهو سبلاينج البيز اوف ذا هارت وبارت ا لارج بارت اوف ذا ليفت فينتريكولار بيز ان اديشن تو ذا رايت فينتريكل. ذيس از ا ديفراجماتيك سيرفيس. طيب الرايت كورونر ارتري ده ايه البرانشز اللي هو بيديها؟ بيدينا كونس برانش، والكونس برانش ده بيطلع فيري بروكسيمالي في او في من الرايت كورونر ارتري، وال 50% اوف ذا كيسز بياخد من الرايت كورونر ساينس سيبريت اوريجين. وناخد بالنا قوي قوي من الكونس برانش ده، لان الكونس برانش احيانا لما نيجي ندخل بالجاتكنز رايت كورونر ارتري نلاقيها دخلت في الكونس، والكونس از ا فيري سباستيك ارتري. وانس ان الجاتكنز دخلت في الكونس يحصل سباز ويحصل بريديكارديا وهايبوتنشن واسيستولي وكاردياك اريست. فلو انت لقيت ان الجاتكنز رايت كاثيتر دخلت في الكونس برانش، تيك كير من الهارت ريت والبلاد بريشر. اف بريشر دامبد جاست بول ذا كاثيتر ايميديتلي بيفور اسيستولي اوكيرز. تاني برانش الاس اي نودال ارتري، وده 60% يوجوالي هو بيطلع من الرايت كورونري، وبيبقى سكند ارتري على طول بعد الكونس برانش. ولما نقول ان الاس اي نودال ارتري طالع من الرايت كورونري، ده يفسر لنا ليه العيانين اللي عندهم inferior myocardial infarction يبقوا مور لايبل تو ساينس بريديكارديا اند بريديكارديا اريثميا في تورس البريديكارديا. الاذر برانشز من الرايت كورونري الرايت فينتريكولار برانش او الاكيوت مارجنال برانش، وده بيطلع من الميد رايت كورونر ارتري وبيدي الانتيريور رايت فينتريكل. ولما بيدي سبلايز الانتيريور رايت فينتريكل، عشان كده نقول رايت فينتريكولار انفاركشن از مور كومن ويز انفيريور مايوكارديال انفاركشن. يبقى تاخد بالك بقى العيانين اللي عندهم رايت اكيوت انفيريور مايوكارديال انفاركشن، لان الاس اي نود برانش هيتقفل يبقى ممكن يجي لهم برادكاردياس كتير. لما عشان الرايت فينتريكولار برانش هيتقفل which is supplying the superior the anterior right ventricle، يبقى يجي رايت فينتريكولار انفاركشن از مور كومن ويز انفيريور مايوكارديال انفاركشن. وعندنا الايفي نودال برانش طالع من الرايت كورونري ارتري، وعشان كده نقول ان لو الايفي نودال برانش اتقفل عيانين الانفيريور مايوكارديال انفاركشن يجي لهم كتير قوي كومبليت هارت بلوك. يبقى لما اسال سؤال الكومبليت هارت بلوك از مور كومن ويز inferior myocardial infarction ولا anterior infarction، نقول ان الكومبليت هارت بلوك is more common with inferior myocardial infarction due to involvement of the AV nodal artery which supplies the AV node، but it is more serious مع anterior myocardial infarction. يعني الكومبليت هارت بلوك اللي تحصل مع anterior myocardial infarction means that myocardial loss ان septal infarction حصل واكستندس للباندل برانشز وقفل الرايت والليفت باندل برانش، ومعناها ان ده اكستنسيف انتيريور مايوكارديال انفاركشن لما تحصل الكومبليت هارت بلوك مع الانتيريور انفاركشن، لكن ات از مور سيف اند مور كومن مع الانفيريور مايوكارديال انفاركشن. والبوستيريور ديسندنج ارتري بقى في 85% من الحالات بيطلع من الرايت كورونر ارتري، وده سبلايز الانفيريور وول والفنتريكولار سيبتم والبوستيريور ميديال بابيلاري ماسل. ولما اقول بوستيريور ميديال بابيلي ماسل، يبقى اقول ان لو حصل انفيريور مايوكارديال انفاركشن والبوستيريور ميديال بابيلي ماسل از اسكيميك اور انفاركتد، يحصل اكيوت مايتري ريجيرج. ويبقى احنا لما نيجي نقول كومبليكيشنز اوف انفيريور مايوكارديال انفاركشن، مايتري ريجيرج از مور كومن مع
الانفيريور مايكاردال انفاركشن ميكانيكال كومبليكيشن. هاي الفنتريكولار سيبتال ديفكت از مور كومن مع الانتيريور مايكاردال انفاركشن. ليه كومن الميتري ريجيرج مع الانفيريور انفاركشن؟ لان البي دي اي 85% تيكس اوريجين من الرايت كورونري ارتري. نقول الكومبليت هارت كلوك از مور كومن ويز انفيريور انفاركشن لكن مور دينجرس مع الانتيريور مايكاردال انفاركشن. ونقول ان الرايت فنتريكولار انفاركشن is more common مع الانفيريور مايكاردال انفاركشن not the anterior مايكاردال انفاركشن علشان الرايت فنتريكولار برانش طالع من هنا. يبقى احنا بنعرف البرانشز علشان نعرف الكومبليكيشنز عشان نربطها بالكلينيكال عشان نبقى احنا اورينتد بالموضوع كله على بعضه. ادي الرايت كورونر ارتري زي ما شفنا، وبعدين ادي الليفت كورونر ارتري بيطلع من الليفت كورونر ساينس، عندي الليفت انتيريور ديسيندنج بيطلع في الانتر فنتريكولار جروف، وعندي سيركمفلكس بيمشي في الليفت اتريو فنتريكولار جروف، وبعدين بيدينا اكيوت مارجنال برانشز ويلف على الدفراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت بعد كده. طيب الرايت كورونر ارتري بقى لو جيت اعمل له قسطره، اختار اي قسطره تناسب الرايت كورونر ارتري؟ اختار جاتكنز فور رايت، لكن لو سمول اورطة اختار جاتكنز 3.5 رايت. ممكن شويه كلوك وايز روتيشن بعد ما دخل الجاتكنز، اعمل شويه كلوك وايز روتيشن للجاتكنز رايت كاثيتر، في 90% من الحالات بتدخل على طول. ممكن اختار 3.5 لو سمول اورطة، ممكن اختار 4.5 و5 لو كان دايليتد اورطة عشان ادخل هنا. في بعض الحالات يبقى الاوريجن اوف ذا رايت كورونري ارتري از ابنورمال زي ما شفنا مور سوبيريور اور مور بوستيريور او ماشي مور لاترال زي ما شفنا في الاناتومي اللي فات. الويليامز تبقى تاني قسطره تستخدم، وفي بعض الاحيان الامبلز كاثيتر مي بي يوزد. يبقى انا بختار الجاتكنز وفور، ممكن اخليها 3.5 لو سمول اورطه، ممكن خلال 4.5 او 5 لو كان دايليتد اورطه، مع كلوك وايز روتيشن في 90% من الحالات تدخل انجيجز على طول في الرايت كورونري ارتري. لو ابنورمال اوريجن الويليامز تشتغل، واحيانا الامبلز بنحتاجها. طيب ايه الانجيوجرافيك فيوز اللي حلوه قوي عشان ابين الرايت كورونري ارتري؟ ليفت انتيريور اوبليك مع كرينيال 30-30، دول مهمين قوي وخاصة في الديستال بايفوركيشن اللي بيديني البوستيريو ديسيندنج والبوستيريو لاترال برانش. واحيانا من غير ال اي او ده يبقى اي بي كرينيال هو لوحده بيبقى كويس قوي ويبقى احسن من ال اي او كرينيال. الار اي او مهم قوي وبيبقى بيفيدنا في الديستال فيسلز والفيري بروكسيمال المين شافت اوف ذا فيسل والفيري بروكسيمال بارتس. اللاترال بيفيدنا قوي في الرايت فنتريكولار برانش وديستال بايفوركيشن، وخاصه لو خدنا معاه شويه كرينيال انجيوليشنز. ادي ليفت انتيريور اوبليك مع كرينيال انجيوليشن، ومبين لنا الاس اي نود برانش هنا والكونس برانش باين من اول هنا، وادي الساينس نود برانش اهو، وبعدين يجي لنا البوستيريور ديسيندنج كورونري ارتري جاي هنا، والبوستيريور لاترال برانشز جاي اهي، والاكيوت مارجنال برانش جاي فيري بروكسيمالي من الميد ار سي اي، وده باين في ال اي او كرينيال. لما اشوف الار اي او مهم قوي علشان الشافت، اشوف المين شافت اوف ذا كورونر ارتري مش البروكسيمال بارت ولا الديستال بايفوركيشن. الديستال بايفوركيشن زي ما قلنا بيبان في الكرينيال انجيوليشنز، والبروكسيمال بارت بيبان في الكودال انجيوليشنز، لكن في الار اي او بيبين لي المين شافت اوف ذا رايت كورونري ارتري. وادي مثال من امثله الرايت كورونر ارتري في الار اي او، ومبين لي المارجنال برانش هنا، ومكمل لي تحت علشان نشوف الاناتومي بتاعه ماشي ازاي. الاكيوت مارجنال برانش بقى احيانا يطلع فيري بروكسيمال في المين رايت كورونر ارتري، وده بيبان في اللاترال فيو احسن انك تشوف الاكيوت مارجنال برانش والانجل بينه وبين المين ارتري في الحته دي. فيبقى اللاترال فيو بيبين لي البروكسيمال شافت
وبين لي الاوريجن اوف ذا اكيوت مارجنال برانشز، وبيديني فكره برضو على المين فيسل قبل البايفوركيشن على طول. لكن البايفوركيشن الحقيقي بصيرو ديسيندنج وبصيرو لاترال برانشز بنشوفها في الكرينيال انجوليشن احسن، لكن ديستال بارت والمين شافت اوف ذا كورونري ارتري اوف ذا ريد كورونري ارتري بيبان لي في اللاترال فيو. ادي الكرينيال انجوليشن بين لنا بقى قد ايه الريد كورونري ارتري اندنج وبصيرور ديسيندنج كورونري ارتري، بعدين مديني الاي في جروف، والاي في جروف ده ماشي لي فيه 3 4 بوستيرو لاترال برانشز اهمت اللي هم سبلاينج الليفت فينتريكل فروم ذا ديافراجماتيك سيرفيس. ادي اكزامبل تاني اهو، وادي الرايت كورونري ارتري، والرايت كورونري ارتري في كلينيك فيو مديني بوستيرو ديسندنج فيري هيوج ارتري وبوستيرو لاترال برانشز ا لوت اوف بوستيرو لاترال برانشز باينه لي هنا في الفيو بتاعنا ده. الار اي او مديني الكونس برانش، شوف بقى دي الكونس برانش اهو، الجاتكنز كاثيتر دخلت على الكونس برانش على طول، وانس انها دخلت على الكونس برانش ده والرايت كورونري مش باين لي هنا، هو ده العيان اللي يبقى فيري لايبل اللي هو هايبوتنشن برادي كارديا ممكن يحصل له اسيستري. عشان كده لو لقيت المنظر ده بص على البلاد بريشر، لو لقيت الدامبت بريشر اسحب القسطره بتاعتك بسرعه. ادي اللي بيحصل اهو، ان انا ساعات وانا داخل بالجاتكنز كاثيتر وتقوم دخلاني في الاوستيم اوف ذا رايت كورونري ارتري كاثيتر انديوس سبازم مي اوكير في المين رايت كورونري ارتري، او لو انا كنت في الكونس ارتري. في الحاله دي بسحب القسطره ادو فازو ديليتيشن وارجع اصور تاني يبان لي الكورونري ارتري فيري نايسلي ان هو هيلثي وان ده كان سباز ومش اكشوال ديزيز ومش محتاج ان انا احط فيه استنت. المحاضرة دي مهمة جدا يا جماعة ومحتاجة تركيز. احنا وقفنا عشان نراجع الرايت كورونري ارتري، وشفنا الاوريجين اوف ذا رايت كورونري ارتري، الكورس بتاعه ماشي ازاي، الفيري امبورتنت برانشز ماشي ازاي، وايه الفيوز اللي انا اصور فيها الرايت كورونري ارتري. البرانشز اللي ما تتنسيش الكونس برانش، لان القسطرة ساعات تدخل في تعمل اسيستري وده ناخد بالنا منه قوي. ناخد بالنا ان الاس اي نود والاي في نود واخدين سبلاي في 85% من الحالات من الرايت كورونري ارتري، عشان كده الكمبليتر بلوك اتس مور كومن مع الانفيريور انفاركشن. عارفين ان البوستيريو ديسندنج ارتري ده سبلاينج البوستيريور ميديال بابيلاري ماسل، وعشان كده البوستيريور ميديال بابيلاري ماسل مع الانفيريور انفاركشن هي تحصل انفيريور ميترال ريجيرج. ولما نقول الميترال ريجيرج از مور كومن ويز انفيريور مايكارد انفاركشن، لكن الرابتشر سيبتوم والفي اس دي از مور كومن انفيريور انفاركشن. لما نقول انفيريور مايكارد انفاركشن الكومبليت هارت بلوك از مور كومن لكن مور بناين، او الكومبليت هارت بلوك از ليس كومن بات مور سيريس مع الانتيريور مايكارد انفاركشن. الكلام ده مهم قوي. الرايت فينتريكولار برانش اللي بيسبلاي الانتيريور سيرفيس اوف ذا رايت فينتريكل لو اتقفل في الانفيريور انفاركشن يجي له رايت فينتريكولار انفاركشن وهايبوتنشن والقصه بتاعت الرايت فينتريكولار انفاركشن. عرفنا الحاجات دي عايزين نتذكرها مع بعض، وعايزين يبقى عارفين هي بتحصل ليه ونهتم بالرايت كورينر ارتري ده ازاي. هندخل بقى بعد كده على الليفت سيستم ونشوف الليفت انتيريور ديسندنج والليفت سيركمفلكس والبرانشز بتاعتهم ايه والفيوز اللي هنشوف فيها الحاجات دي ايه. فنكمل مع بعض المحاضره وما تزهقوش. نيجي بقى على الليفت كورونري سيستم او الليفت كورونري ارتري. انا عندي ليفت مين كورونري ارتري، والليفت مين كورونري ارتري بيديني تو برانشز الليفت انتيريور ديسندنج اند ليفت سيركمفلكس. الليفت مين كورونري ارتري از فيري امبورتنت، واي ديزيز فيه في منتهى الخطوره. نبقى عارفين ان الليفت مين كورونري ارتري ده بيطلع من الليفت كورونري ساينس، وتيبيكالي بيبقى طوله من 0 ل 10 ملم، يعني بيبقى عاده يبقى شورت نوت مور ذان 10 ملم. ريرلي ما يبقاش فيه ليفت مين ويبقى فيه سيبريت اوريجن للال اس اكس والال اي دي كل واحد لوحده من الليفت كورونري ساينس، وريرلي يبقى اطول من 10 ملم ويبقى لونج ليفت مين. الكاثيترايزيشن تكنيكس عشان الليفت مين كورونري ارتري عاده الجاتكنز ليفت كورونري ارتري كاثيتر الفور ليفت تدخل. يعني ايه؟ يعني زي ما شرحنا في المحاضرات اللي فاتت انا بدخل بالجايد واير بتاعي لحد الاورتيك فالف واثبت الجايد واير بره وازق الجاتكنز فور ليفت كاثيتر واسيبها لحد ما توصل الاورتيك فالف
واسحب الواير ذا ليفت جاتكنز ويل انتر دايركتلي انتو ذا ليفت كورونر ارتري انليس بريفنتد باي ذا اوبريتور. في بعض الاحيان النادره ان الليفت جاتكنز ما تدخلش، يبقى في الحاله دي انا في الاول الرايت فو الليفت فور بتدخل في معظم العينين، لكن ممكن اخد ليفت 3.5 لو سمولر اورطه، ممكن اخد ليفت 4.5 او 5 او اكتر لو كان دايليتد اورطه. يبقى الفور ليفت جاتكنز كاثيتر ان موست اوف ذا بيشنتس ممكن اكبر او اصغر الكيرف بتاعها اكوردنج تو ذا سايز اوف ذا اورطه. في بعض الاحيان الجاتكنز ما تنفعش، يبقى انا بختار الاكس بي او الامبلادز، ودول ليهم كيرف مخصوص كده بناخدهم. لو انا لقيت حصل دامبينج اول ما ادخل بالليفت جاتكنز كاثيتر في الليفت مين، ثلاث حاجات زي ما قلنا، في باك فلو للبلاد وجاي لبره ولا لا، نمره 2 البريشر ريكورد كويس ولا لا، نمره 3 احقن سنه صبغه تيست دوز من الصبغه عشان اطمن واتاكد ان انا فعلا في ان دايركشن مع اليومن اوف ذا ليفت مين كورونر ارت. لو حصل دامبينج اسحب القسطره فورا، اسحب القسطره فورا. ليه؟ لانك ممكن تكون انديوسنج سباز او في اوستيال ديزيز، لو طولت ممكن المريض ده يحصل له كاردياك اريست. طيب لو لقيت بقى شورت زي ما قلنا زيرو، يعني شورت ليفت مين والرايت وال ال اي دي واخد اوريجن مختلف عن السيرك، اعمل ايه؟ اختار لارجر كاثيتر فور ذا سيرك واعمل كاونتر كلوكوايز روتيشن فور ذا ال اي دي. يبقى انا ادخل السيرك او ادخل ال اي دي. ادخل السيرك ازاي؟ لو خدت لارجر كاثيتر او لو عملت كاونتر كلوكوايز روتيشن لل ال اي دي هبقى اقدر ادخل سيلكتفلي في السيبريت اوريجن بتاع ال ال اي دي. طيب انا عاوز اشوف في الليفت مين كورونر ارتري ده الفيوز ايه احسن فيوز اخدها؟ الاي بي كودل وال ال اي او كودل او كرينيال، دول احسن فيوز ممكن ان انا اشوفهم. يبقى الاي بي كودل وال ال اي او كودل اللي هو السبايدر والاي بي كودل، هم دول احسن فيوز ممكن اخدهم علشان اشوف الليفت مين كوروناري ارتري بتاعي. ادي الليفت مين كوروناري ارتري اهو، وبايفوركيتس انتو ذا ال اي دي اند ذا ليفت سيركمفلكس، والسيركمفلكس ماشي في الليفت انتير اتريو فنتريكولار جروف، في حين ان ال اي دي نازل لي في الليفت في الانتيريور انتر فنتريكولار جروف. وبعدين السيركمفلكس ام جاي لفف لي في الليفت، سوري ده السيركمفلكس جاي لي من الليفت انتر فنتريكولار جروف هنا وانتهى لي ورا بالبوستيريور ديسندنج والبوستيريور لاترال برانشز زي ما احنا شايفين كده. طيب اشوف بقى الليفت انتيريور ديسندنج اللي هو ال اي دي اللي هو برانش من الليفت مين. It goes down the anterior interventricular groove and it usually reaches the apex and sometimes wrapping around the apex to supply the diaphragmatic surface of the left ventricle. In 22% of the cases it does not reach the apex. يبقى الكومن ان الليفت انتيريور ديسندنج يوصل للابيكس. In many patients it wraps around the apex to supply the diaphragmatic surface of the heart and in 20% of the cases it does not reach the apex. والابكس في الحاله دي بتبقى سبلايد ب فيري دوميننت رايت كورونري ارتري. البرانشز المهمه بتاعت ليفت انتيريور ديسندنج برانش بتاعتي السبتلز والدياجونالز، السبتال برانشز والدياجونال برانشز، والانترولاترال بابيلاري ماسل بقى بتبقى سبلايد من ال ال اي دي، وال ال اي دي سبلايز انترولاترال والابكس والسبتم لحد ما ياخد 45 ل 55% من الليفت فنتريكولار ماس بتبقى سبلايد بالليفت انتيريور ديسندنج كورونر ارتري. الليفت سيركمفلكس لما بيطلع من الديستالي من الليفت مين كورونر ارتري بيمشالي في الليفت اتريو فنتريكولار جروف وبعدين يتفرع لي الى ابتيوز مارجنال وبوستيريو لاترال برانشز اللي بتديني البوستيريو لاترال سيرفيس اوف ذا ليفت فنتريكل ويبتدي لي انتيريور بابيلاري ماسل. الاس اي نود ارتري بيطلع في 60% من الحالات من الرايت كورونر ارتري و 40% من الحالات بيطلع من الليفت سيركمفلكس. جلوبالي
السيركمفلكس بيديني يعني اب تو 25% اوف ذا ليفت فينتريكولار ماس لما يبقى الرايت كورونير ارتر دوميننت. لو رايت كورونير ارتر رودومنتري وصغير والليفت سيركمفلكس مديني اكيوت مارجنال اوبتيوز مارجنال برانشز كبيره قوي ويبقى دوميننت ات سبلايز اب تو 50% اوف ذا ليفت فينتريكولار مايوكارديوم. طب انا بقى لو عاوز اخد الليفت كورونري ارتري وعاوز اشوف الاوبتيمال فيوز ايه علشان اشوف ال ال اي دي والال سي اكس، الاي بي كودال مفيد جدا والاي بي كرينيال مهم جدا وخاصه في ال اي دي والبرانشز بتاعته والليفت مين كمان. وده بيبين لي في الاي بي كرينيال ده بيبين لي السبتلز والدياجونالز والانجلز بينهم وبين ال اي دي كويس قوي. فلما اقول اي بي كرينيال او ار اي او كرينيال دول او ار اي او كرينيال دول مهمين قوي علشان ال اي دي. السيركمفلكس بقى بيفيد بيبقى كويس وخاصه البروكسيمال والميد بتاعته في الكودال انجيوليشنز. كودال انجيوليشن سواء كانت ال اي او ال اي او كودال او بي اي بي كودال. الاي بي كودال مهم قوي بيبين المارجنال برانشز وبيبين لي البودي والديستال اند اوف ذا ليفت سيركمفلكس، وايل السبايدر فيو بيبين لي مينلي اللي هو ال اي او كودال يعني بيبين لي المين سيركمفلكس والديستال اند بتاعته. وادي فيو في الاي بي كودال فيو مبين لي قد ايه الليفت انتيريور ديسندنج ماشي ولفيف لي هنا وقد ايه السيركمفلكس ماشي ومتفرع لي للميديا سمول اوبتيوز مارجن برانش هنا ومكمل لي ورا. ادي الفرق بقى في الكرينيال فيوز. ادي ال اي دي، ال اي دي بان لي كويس قوي قوي ويبان لي الدياجونال برانشز بتاعته والسبتلز كلها تبان في الكرينيال فيوز سواء اي بي كرينيال او ار اي او كرينيال. الليفت انتيريور ديسندنج اند اتس برانشز ابييرز فيري نايسلي اند فيري كليرلي. وتقدر تعمل اسسمنت لل اي دي ليجنز والاورجن بتاعته دياجونالز وهل الديزيز ستارتنج بيفور ذا اوريجن اوف ذا دياجونال ولا لا. وتقدر تعمل البي سي اي بتاعك وتقيس الليجن والليجن لينث بتاعنا والديامتر بتاعنا وكل حاجه في الاي بي كرينيال او الاي او كرينيال سوري الار اي او كرينيال عشان اشوف المين اللي اي دي فيسل. في بعض الاحيان الانجل بتوين ذا دياجونال اند ذا ال اي دي will not appear nicely في الار اي او او الاي بي ترينا. في الحاله دي باخد ال اي او كرينيال علشان يبين لي اكتر ال اي او كرينيال يعني الاكس ري تيوب بتاعتي لحالي ناحيه الليفت هاند اوف ذا بيشنت ومور توورد ذا رايت. في الحاله دي بيبان لي اهوت ال اي دي وبيبان لي الانجل بتاعه الدياجونال ودوت تفيدني قوي في الانترفينشن. هل الانجل دي از ا نايس انجل اور باد انجل في الانترفينشن هتساعدني ولا مش هتساعدني. فال اي او كرينيال فيو بيبقى مفيد قوي في الدياجونال. ده ال اي او كودال اللي هو السبايدر فيو وال اي او كودال او السبايدر فيو بيبين لي كويس قوي الليفت مين كله والبايفوركيشن اخباره ايه والانجل بتوين ذا ال اي دي اند ذا ال سي اكس. وده مفيد جدا في الاسسمنت اوف ذا بودي اند ذا بايفوركيشن اوف ذا ليفت مين. وبعدين لو انا هعمل بروكسيمال اور ايست او اوستيال بي سي اي لل ال سي اكس او ال اي دي ده بيفيدني جدا في ان انا ابقى مطمئن ان انا لما باجي في وايد انجل بين ال ال اي دي وال ال سي اكس يبقى ات سيف ان انا اعمل بالون انفليشن في الحته دي لان ال ال سي اكس بعيد. في حين ان لو ال ال اي دي لو ال سي اكس جاي لي بنارو انجل وسمول انجل كده يبقى انا ممكن اعمل كومبرومايز للاوريفيس اوف ذا ال سي اكس لو عملت انترفينشن لل ال اي دي وباين اذا كان عندنا ريمس انترميديانز ولا لا او ميديان ريمس زي ده وسمول ولا لارج وسبلاينج ايه. فالسبايدر فيو ده بيفيدني كتير جدا كتير قوي وانا داخل عايز اعمل بي سي اي. بيبقى في كونفيوجن بين الاوستيوم اوف ذا اللي اي دي والاوستيوم اوف ذا سيرك والسبايدر يفيدني قوي وانا داخل بالواير بتاعي واعمل دايركشن للواير towards the LED او towards the circ according للاناتومي ده. وبعد كده ممكن اكمل بقى البودي اوف ذا فيسل والديستال اند اوف ذا فيسل في الكرينير فيوز بعد كده. فده من الفيوز المهمه قوي. ادي المنظر اهوت وادي الليفت مين كورونر ارتري وادي ال LED. ونلاحظ ان الانجل بين ال LED وال LCX هنا مور نارو
عن الانجل اللي كانت في الفيو اللي فات اللي كانت حوالي 180 درجه اهو، يعني دي حوالي 180 درجه اهي، فانجل بعيده قوي في حين ان ديت الانجل از سمولر. ف وبينا لي هنا قد ايه السيركمفلكس از توتالي اوكلودد جاست في بعد الميدل ثيرد اوف ذا سيركمفلكس. هنا ادي فيو تاني اهوت، وبرده ده السبايدر فيو مبين لي ال اي دي والسيركمفلكس، وبعدين ال اي دي ده باين مدي الدياجونال برانش هنا ومديني الليفت بقيه ال اي دي في الحته دي. الفيو ده مهم جدا لما اكون عاوز ادي في الميدل ثيرد والديستال ثيرد اوف ذا ال اي دي وعندي لارج دياجونال. الفيو ده بيفيدني جدا اولا دايركتنج ذا واير توورد ذا ال اي دي نوت ذا سيركمفلكس، وبعدين توورد ذا ال اي دي نوت ذا لارج دياجونال. فده من الفيوز المفيده قوي والمهمه قوي. في نفس الوقت ده ممكن يبين لي البوستيريو ديسندنج سوري السيركمفلكس ديستال عامل ازاي، والاوبتيوز مارجنالز احيانا او كومنلي او يوجوالي بتبقى لارجر ذان ذا سيركمفلكس نفسه بتبقى باينه ازاي. طيب جالنا بقى في حاجه مهمه قوي وبنتسال عنها كتير، واحنا لما بنيجي نعمل اسسمنت للكورونر اناتومي بنقول هو ده دوميننت ليفت سيستم ولا دوميننت رايت سيستم. ايه الديفينيشن اوف دوميننس بقى؟ ذا كورونر ارتري which reaches the crux of the heart and gives off the posterior descending artery هو يبقى الدوميننت ارتري. يبقى لو البوستيريور ديسندنج ارتري واخد من السيرك يبقى ليفت دوميننت، لو واخد من الرايت يبقى رايت دوميننت. ده الديفينيشن الاولاني. الديفينيشن الثاني لو الارتري ذات جيفز اوف ذا بي دي اي از ويل از ا لارج بوستيريو لاترال برانش يبقى ده هو ده الدوميننت، مش اللي بيدي البي دي اي من عند الكراكس وبس، لا ده بيدي البي دي اي وبيدي بوستيريو لاترال برانشز. وعشان كده يدينا ده فور كو دوميننت يدينا في تشانس شويه، لان احيانا البوستيريو ديسندنج ده يطلع من السيركمفلكس والبوستيريو لاترال تطلع من الرايت، يبقى ده كو دوميننت، الاثنين مساعدين بعض، واقدر اقول امتى يبقى الدوميننت وامتى كو دوميننت. ادي مثل من الامثله الليفت دوميننت، ليه؟ لان الليفت سيركمفلكس اهو هو اللي وصل لي للكراكس هنا، وهو اللي انتهى ببوستيريور ديسندنج ارتري، وهو اللي اداني بوستيريور لاترال برانشز، يبقى ده ليفت دوميننت ارتري. يبقى الليفت دوميننت ليه؟ لان السيركمفلكس هو اللي وصل للكراكس، هو اللي اداني بوستيريور ديسندنج، هو اللي اداني البوستيريور لاترال برانشز. ويلاحظ ان الليفت انتيريور ديسندنج ريتش ذا ايبكس اوف ذا هارت ورابس اراوند ذا ايبكس وجاي لي في الدايفراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت اهو ومديني برانشز هنا، يبقى ده فيري دوميننت ليفت سيستم ال سي اكس وال اي دي اللي رابنج اراوند ذا ايبكس اند سبلاينج ذا دايفراجماتيك سيرفيس اوف ذا ليفت فنتريكل هنا. في حين ان ده رايت ارتري دوميننت، ليه؟ لان في الرايت اترو فنتريكولار جروف الرايت كورونري ارتري هو اللي وصل لي للكراكس، هو اللي اداني البوستيريور ديسندنج ارتري، هو اداني البوستيريور لاترال برانشز، يبقى ده رايت دوميننت كورونير ارتري. الرايت دوميننت كورونير ارتري ده ممكن يبقى دوميننت قوي قوي لدرجه ان هو بيوصل للايبكس وهو اللي سبلايز الايبكس لو كان السمول ليفت كورونري ارتري. ادي الدوميننس بتاعنا اهو، ده دوميننت سيرك. ليه بقى؟ لان الديستال سيرك اهو وادي فيري هيوج اوبتيوز مارجنال، والديستال سيرك ده مديني بوستيريور ديسندنج هنا ومديني شويه بوستيريور لاترال برانشز في الحته دي، يبقى ده دوميننت ليفت. دوميننت برضه سيركمفلكس في ال اي او كودا اللي هو الكرينيال سوري السبايدر. ادي الرايت ال اي دي والبروكسيمال ال اي دي وجاي لي هنا الديستال ال اي دي، وادي السيركمفلكس بدا اهو اداني فيري هيوج اوبتيوز مارجنال الاول، وبعدين هو مكمل لي في الاخر، وهو مكمل في الاخر اهو بيديني البوستيريو ديسندنج والبوستيريو لاترال برانشز. يبقى البوستيريو ديسندنج ده واخد من السيركمفلكس، يبقى ده ليفت دوميننت كوروناري ارتري. يبقى كلمة الدوميننت احنا عرفناها، لكن لازم نبقى فاهمين ان الرايت كورونا سوري ان الكورونري سيركيوليشن ليفت سيستم ورايت سيستم ار كومبلمنتري ويز ايتش اذر. كومبلمنتري يعني ايه؟ يعني ممكن الاقي فيري لارج بوستيريو ديسندنج ارتري طالع من الرايت كورونري ارتري لما يبقى ال اي دي سمول اند از نوت ريتشنج ذا ايبكس، وده في 20% من الحالات بيحصل كده. ممكن الاقي هيوج سيرك ومديني بوستيريو لاترال برانشز ومديني الدفراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت لما يبقى سمول رايت كوروناري ارتري.
وهكذا. فحكايه الدوميننس دي هو السيركوليشن از كومبلمنتري ومهمه جدا مع بعضها. ادي الكودوميننس اهو، ادي الدفراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت، مديني هنا السيركمفلكس ومديني شويه بوستيريور لاترال برانشز، وادي الرايت كورونير ارتري ومديني شويه سمول برانشز اهم. لكن ال اي دي سبلايز الانتيريور سيرفيس اوف ذا هارت وجه هنا راتنج اراوند ذا ايبكس وماشي في البوستيريور انتر فينتريكولار جروف وهو اللي سبلاينج الدايفراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت. يبقى الراتنج اراوند ذا ايبكس بتاع ال اي دي مخليه ال اي دي دوميننس، في حين ان في مريض اخر تلاقي ده الليفت ميل ومديني الليفت انتيريور ديسيند which is very small and is not reaching the apex، وادي السيركمفلكس بتاعي وادي هيوج رايت والرايت ده ماشي لي ورا في الدايفراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت، وبعدين جالي هنا رابنج اراوند ذا ايبكس والرايت والبسور ديسند من اللي جاي من الرايت من ورا هو اللي جالي هنا على الانتيريور سيرفيس اوف ذا هارت تو سبلاي الانتيريور سيرفيس اوف ذا هارت. يبقى الكومبلمنتري ريليشن شيب بتوين ذا كورونير ارتريز الاوز فور دوميننس اند كو دوميننس، وممكن الرايت كورونير ارتري ده يبقى فيري دوميننت لدرجه ان هو رابنج اراوند ذا ايبكس تو كومبلمنتري وذ ذا سمول ال اي دي ويتش داز نوت ريتش ذا ايبكس. دلوقتي احنا خلصنا الكورونير انجيوجرافي وعايزين صورنا الرايت وصورنا الليفت وعرفنا البرانشز بتاعتهم ايه، عايزين بقى نكتب تقرير. التقرير بتاعنا لازم نقول البروسيدور اللي احنا عملناها ايه، كورونير انجيوجرافي ومعاها رايت هارت كاثيتر ولا لا، معاها ليفت فنتريكولوجرام ولا لا، معاها اي حاجه ولا لا، وايه الاساطر اللي احنا استخدمناها، الاوبريتور او الاوبريتورز اللي عملوا القصه دي ايه، كان الانديكيشن بتاع الكورونري انجو ده كان عباره عن ايه، هل ده ستي كرونيك ستيبل انجينا ولا بس تو اكسبلين شست بين ولا ده انستيبل ولا ده برايمري فور اكيوت ميوكارد انفاركشن ولا ده برايمري بي سي اي ولا ايه. الانديكيشنز لازم تبقى مكتوبه، لازم اقول الكومبليكيشنز، انا حصل كاثيتر اندوست سبازم وحصل في اف ارست وريسوسيتيتد، انا حصل ديسكشن، انا حصل هايبوتنشن، انا حصل فازوفيجال اتاك، انا حصل الرجي تو ذا داي، كل حاجه كومبليكيشنز لازم تتقال. وبعدين الريزلتس بتاعتي لازم تتكتب بقى، ليفت فنتريكولار فانكشن اخبارها ايه؟ والكورونر اناتومي اخباره ايه؟ ليفت مين وال اي دي وال اس اكس وبرانشز ورايت كورونر ارتري وبرانشز ودوميننس وكو دوميننت وكل حاجه لازم تتقال. الهيمودينامكس والاوكسجين ساتوريشن لو انا خدتها لازم اقولها ان العيان ده جاله سيفير هايبرتنشن وكان الاورتيك بريشر طول ما احنا بنشتغل 190 على 100 ولا لا ده جاله هايبوتنشن وفازوفيجال اتاك وهايبوتنشن وعمر السيستوليك بريشر بتاعه ما زاد عن 90، لازم اقول الهيمودينامكس بتاعتي اثناء الشغل ايه. انا خلصت القسطره وخلصت تصوير الكورونر اناتومي بتاعي وعرفت الليفت فنتريكولار فانكشن اخبارها ايه، ايه الكونكلوجن بتاعي؟ هل العيان ده فور ميديكال تريتمنت ولا فور بي سي اي ولا فور كابيج؟ طيب هل العيان ده ريكوايرنج اكيوت ميديكيشن دلوقتي حالا؟ يعني هل العيان ده مثلا لقيت ثرومبس ومحتاج ان انا اديله بلاك بروتين 2 بي 3 اي ريسبتور بلوكرز بعد الكورونا انجو، ولا ده محتاج هيبرين، ولا محتاج ايه؟ هل العيان ده جاله وانا بشتغل بعض الكومبليكيشنز بالمري كونجيشن وبقى ديسنك وتاكيكارديك وتاكبنك وانا محتاج ان انا اديله مثلا فروسيمايد او دايوريتكس انترافينسلي؟ هل العيان ده بيجيله ريكرنت تشيست بين وانا بشتغل جوه دلوقتي ومحتاج ان انا اديله نايتريتس او نايتريتس انترافينسلي او نيتروجليسرين انترافينسلي؟ اقول ايه اللي انا عاوزه والفولو اب بتاعه، انا عاوز اشوف الاسبوع الجاي ولا عاوز اشوف الاسبوع اللي بعده ولا عاوز اخليه في المستشفى يوم ويومين وثلاثه اندر اوبزرفيشن. كل الحاجات دي لازم اكون انا واخد الكونكلوجن بيها ولازم اكون كاتبها بعد ما اخلص الكورونري انجيوجرافي بتاعي. بكده بقى احنا عرفنا الكورونري اناتومي والليفت كورونري ارتري والرايت كورونري ارتري والبرانشز بتاعت كل واحد منهم والكورس والبلاد سبلاي واختار اي قسطره لاي فيسل واصور كل فيسل في ويتش انجيوليشن علشان احصل على الاوبتيمال ريزلتس. وما ننساش ان الهيموديناميك مونيتورنج وهارت ريت وبلاد بريشر، ان عينيا على المونيتور اللي قدامي على طول مهمه جدا،
لازم نتذكر ان احنا من ان لاخر بنعمل فلاش للكاثيترز ونعمل تشيك للبريشر. عايزين نتذكر ان احنا لما نيجي نغير من ليفت كاثيتر لرايت او من رايت لليفت في الاريا ان بتوين دي لازم اشوف الشيس واسحب بلاد منه واعمل له فلاش للشيس علشان ما اعملش امبولايزيشن. وانا بطلع الليفت جاتكنز كاثيتر اللي الكيرفز بتاعتها كتيره وكبيره بعد كده لا يمكن اشدها واطلعها غير لما دخل الجايد واير بتاعي الاول واشوف التيب اوف ذا جايد واير اللونج جايد واير طالع من الجاتكنز قدامي وبعدين اسحبهم الاثنين مع بعض. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. انا بلاحظ بعض الشباب مستعجلين اللي هم الليست بتاعتهم كبيره واللي بيعملوا القسطره بايد واحده هوب يوم شادد الليفت جاتكنز كاثيتر. الليفت جاتكنز كاثيتر عامله لي كده وهي نازله في الاورطه التب بتاعتها دي تعلق لي في شويه برانشز من البرانشز كتير قوي اللي في الاورطه ممكن تعمل تير ممكن تعمل دايسكشن ممكن تعمل انجري ممكن تعمل ا لوت اوف كومبليكيشنز ويتش شود بي افويد. اتعشم ان المحاضره ما تكونش ممله. لو كان الموضوع صعب شويه نشوفها مره واتنين ونركز فيها. مفيش مانع ان احنا نبقى معانا ورقه وقلم ونكتب نوتس من اللي احنا بنسمعه وبنشوفه علشان نرجع ناكد عليه في المره لما نيجي نشوفه في المره الثانيه. والمحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم بقى مع بعض على شويه حاجات ثانيه ليها علاقه بالكورونري انجو. اتعشم انكم تكونوا استفدتم من المحاضره دي والى ان نلقاكم في محاضره قادمه والسلام عليكم ورحمه الله.